يعيش على شواطئ الأنهار في غرب أمريكا الشمالية واحد من أغرب الرحالين في العالم. إنه السلمون، تلك الأسماك التي تقاوم أقصى الظروف التي تواجهها وتتجاوز كل العقبات أمامها متخطية الأودية والأنهار. تبدأ حياة أسماك السلمون عندما تضع الأمهات البيوض في المياه الجارية. ولا تنسى الأمهات أن تضع داخل البيوض أكياسا مخصصة لتغذية صغارها، تكون بمثابة أول طعام لها حتى تنمو وتصبح قادرة على التقاط غذائها بنفسها، وذلك بعد عدة أسابيع من خروجها من البيوض. يستمر عيشها هكذا وتترعرع وتنمو طوال سنة في المياه الجارية. زودت السلمون ببنية قوية قادرة على التكيف مع المياه العذبة أو المالحة، ولعل دقة هذا الخلق هي السر وراء الرحلة التي ستقوم بها. وفي صباح ربيعي تبدأ آلاف السلمون بالهجرة على طول النهر. وتصل بعد أسابيع عديدة إلى مكان فسيح ورائع، المحيط الهادي. وبمجرد وصولها إلى المحيط تحدث تغيرات بنيوية في نظامها الوراثي، فيتكيف جسمها مع المياه المالحة، وتقطع بعدها مسافات شاسعة في المحيط طوال سنة وقد تمتد إلى 4 سنوات. تخرج الأسماك من شواطئ أمريكا، تمر موازية لألاسكا وترجع باتجاه سواحل اليابان راسمة قوسا كبيرا. وفي نهاية هذه الرحلة تكون السلمون قد كبرت وأصبحت جاهزة لآخر وأصعب رحلاتها، ألا وهي رحلة العودة إلى بيوتها، أي مجرى الماء الذي ولدت فيه، وفي نفس النهر الذي جاءت منه قبل سنوات في طريقها إلى البحر. ستبدأ أسماك السلمون الآن بالسباحة في الاتجاه المعاكس، أي ضد تيار الماء. لا يثنيها أي عائق يظهر في طريقها، تمضي سائرة، فإذا صادفها شلال تقفز بعكسه من الماء إلى الأعلى، تجتاز بالقفز عوائق قد تصل إلى 3 أمتار. بعزم وإصرار تستمر في رحلتها التي تصل إلى مسافة 3200 كيلومتر. لا تأكل شيئا طوال هذه الرحلة، تستمد قواها مما ادخرته من الطاقة أثناء وجودها في البحر، لتصل في النهاية دون تردد إلى مجرى النهر الذي ولدت فيه قبل سنين وتضع فيه بيضها، وتكون بذلك قد أنهت مهمتها ووضعت بيوضها لتموت بعد وقت قصير. رحلة السلمون هذه واحدة من أغرب الظواهر لدى الكائنات الحية، والسؤال هو كيف يهتدي الآلاف من سمك السلمون إلى مجرى الماء الذي ولدت فيه بعد أن عاشت في البحر سنوات؟ يجب عليها أن تميز مجرى مياهها من آلاف المجاري المتفرعة في المحيط الضخم، ثم تسبح بدون تردد عبر هذا المجرى المائي بالذات، على الرغم من تشعبه بدوره إلى فروع مرات عديدة. عليها أن تتخذ القرار الصحيح وتهتدي إلى الجهة الصحيحة عند كل مفترق. نجحت سلمون في إنجاز هذا العمل الذي كان يبدو مستحيلاً،
حسنا، كيف ولماذا؟ لنجيب على أداة السؤال كيف أولا. بيّنت البحوث العلمية أن أسماك السلمون خلقت مع نظام إدراك فريد للقيام بهذه المهمة، وكشفت أن هذه الأسماك زودت ببوصلات طبيعية لمعرفة الشمال المغناطيسي للاهتداء إلى جهاتها، وبفضل ذلك تحدد جهتها داخل مياه المحيطات بدقة متناهية. ولكن السؤال المهم في هذه القضية هو كيف تحدد مجرى الماء ذاته الذي ولدت فيه؟ وهذا يستلزم وجود نظام آخر مختلفا عن نظام البوصلة الطبيعية. كشفت البحوث الجارية أن في أجسام هذه الأسماك أجهزة شم ذات حساسية عالية، وأظهرت تلك الدراسات أن السلمون تجد مجرى الماء الذي ولدت فيه بمتابعة رائحته. لم نكن نتوقع وجود روائح خاصة لكل مجرى ولكل نهر، لكن الحقيقة أن كل ماء جار على الأرض يختص بمزيج كيميائي متميز، وبالتالي رائحة تختلف عن غيرها اختلافا دقيقا، إلى درجة أنها لا تكاد تدرك إلا من قبل السلمون التي اختصت بهذه الحاسة. من أغرب الحوادث التي تجلت فيها قابلية السلمون إيجاد جهتها هو ما حدث في مزرعة بريري كريك لتربية الأسماك في شمال كاليفورنيا. الذي أثار الانتباه في هذه المزرعة كشف عن مغامرة رحلة لا تكاد تصدق. في الثاني من شهر كانون الأول عام 1964 وجدت بين الأسماك الصغيرة سمكة سلمون كبيرة في إحدى أحواض إنتاج السمك، قد بلغت الثانية من العمر، وكان على الزعانف الخلفية للسمكة أثر الشعار الخاص بمزرعة بريري كريك. بيّنت هذه الحادثة أنها إحدى السلمونات التي تربت في هذه المزرعة ثم ألقيت في المحيط قبل سنتين. كيف عادت سمكة السلمون من المحيط العميق؟ وكيف تمكنت من الدخول إلى حوض المزرعة المغلق؟ كان رأس الخيط الذي كشف تفاصيل الموضوع الشبك الحديدي المكسور الذي كان يسد صندوق إفراغ الماء الزائد للحوض. ترى هل وصلت هذه السمكة إلى المزرعة ودخلت الحوض عن طريق أقنية المياه ثم كسرت غطاء الصندوق لتنتهي إلى الحوض وهو المكان الذي ولدت فيه؟ لم يكن هناك أي تفسير للحادثة غير هذا، ولكن عندما نفكر بما يجب على السمكة تجاوزه خلال الطريق الذي تسلكه من المحيط إلى هذا الحوض فإن هذا التفسير يبدو مستحيلا. فحتى تستطيع السلمون العودة إلى المزرعة التي ولدت فيها عليها أن تبدأ رحلة شاقة من هذه النقطة، أي ملتقى نهر بريري كريك مع المحيط. ثم على السمكة أن تسبح ضد التيار مسافة 5 كيلومترات وتأتي أول مفترق نهر، وكان عليها أن تتجه إلى الشمال بعد اتخاذها القرار الصحيح في اختيار المفترق، وبعد مدة تصل إلى مفترق يصعب على السمكة اختيار طريقها فيه لتشابه الطرق عليه تشابها كبيرا، وكانت المزرعة التي ولدت فيها وسط الاتجاهين على المفترق. أول ما يخطر في البال أن السمكة ستختار الجهة اليمنى لأن مياه المزرعة تجري من الجهة اليمنى، ولكنها اختارت الجهة اليسرى وبدأت الاقتراب من مكان ولادتها من الجهة الخلفية للمزرعة. وكان سبب هذا القرار المحير سرا مخفيا تحت الطريق العام العابر من المنطقة. كانت هناك قناة تحت الطريق العام لإفراغ المياه الزائدة لمزرعة تربية الأسماك. في الأوقات العادية لم يكن هناك إلا ماء قليل لا يصل إلى النهر، بل كانت تشربه الأرض. أما في تلك السنة
هطلت أمطار غزيرة. وبسبب هذه الأمطار وصلت القناة بالنهر، وهذا الجريان الخفيف كان كافيا للسلمون بأن تهتدي إلى طريفها. لعل السمكة خرجت من النهر ودخلت في القناة وتقدمت على طولها متابعة للرائحة التي كانت تعرفها، وكان عليها أن تسبح وتزحف في الماء الذي كان عمقه يتراوح بين 5 إلى 10 سنتيمترات، ثم تجد الطريق الصحيح ضمن الأنابيب المعقدة في النفق. وعلى الرغم من نجاحها حتى الآن، لكنها ستواجه فخا آخر. لقد انحصرت في القناة الإسمنتية داخل الممر الخشبي في المزرعة، ولكنها لا تستسلم. لقد وجدت من الأنبوب الذي قطره 12 سنتيمترا طريقا موصولا إلى الحوض، فتقدمت طوال هذا الأنبوب لتلتقي بحاجز أخير، ألا وهو الشبك المعدني في نهاية الأنبوب. استمرت في المحاولة واستطاعت أن تجتاز هذا الحاجز بضربات من رأسها القاسي. وفي نهاية هذه الرحلة التي لا تصدق، وصلت السلمون إلى الحوض الصغير الذي ولدت فيه قبل سنتين. حدد عمال المزرعة وجهة سير السمكة في المزرعة، وجال بخاطرهم سؤال: ترى هل كانت هناك غير هذه السمكة حاولت الرجوع إلى موطنها؟ ربما نجد شيئا. بادروا إلى فك أخشاب الممر الخشبي ونظروا إلى القناة تحته، وعادوا للدهشة. لقد كانت 70 من أسماك السلمون موجودة في القناة، كلها تحمل شعار المزرعة نفسها. ما حدث لأسماك السلمون في هذه الحكاية العجيبة يعطينا براهين على خلق الله تعالى. وإذا تأملنا نجد كل هذا الاجتياز الذي حققته السلمون لم يكن عبثا، وإنما كان محسوبا بدقة. أولا، وجود برنامج آمر لعودة السلمون بعد سنتين إلى مجرى الماء الذي ولدت فيه، وهذا وحده يعد معجزة كبيرة. ثانيا، تحديد السلمون لجهتها بدقة عن طريق نظام بوصلة طبيعية في المحيط الضخم. ثالثا، وجود النظام المتميز للشم عندها، وهذا لا يمكن أن يكون مصادفة من المصادفات. كل هذا يوضح أن السلمون كائن خلقه الله تعالى بنظامه الفريد الذي يوجه مسيره بكل دقة. وخالق السلمون سبحانه وتعالى هو خالق الكائنات كلها وبديع السماوات والأرض، رب العالمين. النحلة واحدة من أغرب الكائنات في الطبيعة، تقدم الضيافة لنا من العسل الذي تنتجه بنفسها.
تعيش النحل في بيوت لها تبنيها بجهد كبير على شكل جماعات. في داخل كل خلية هناك عشرات الآلاف من الخلايا المسدسة لتخزين العسل. النحل مكلفة بجمع رحيق الأزهار الذي هو نواة العسل لتعبئة هذه الخلايا بالعسل، وذلك يتطلب منها أقصى درجات المشقة. أظهرت نتائج آخر البحوث أنه لإنتاج نصف كيلوغرام من العسل على النحل أن تمر على 4 ملايين زهرة واحدة واحدة، مع أن تحديد مكان هذه الأزهار وحدة عمل شاق. توزع النحلات فيما بينها هذه المهام بين الاستكشاف والإخبار. بمقارنة أحجام هذه النحلات مع الأماكن الفسيحة نتعجب. كيف تهتدي النحل إلى طريقها متجهة إلى منابت الأزهار؟ كيف تعود إلى خلاياها دون أن تضل طرقها أو تتردد فيها؟ كيف تبين للنحلات الأخرى في خليتها منابت الأزهار؟ وكلما بحثنا في مثل هذه الأسئلة نكتشف حقائق مدهشة. ترون على الشاشة نحلة وجدت منبت أزهار. مهمة هذه النحلة المخبرة العودة إلى خليتها وتعريف مكان الأزهار لنحلات أخرى. في البدء تذيق رفيقاتها قطعا صغيرة من الرحيق الذي جمعته من تلك الأزهار، وهذا يعطي النحلات الأخرى معلومات عن جودته. ثم تبدأ بعملها الأهم وهو تعريف النحلات بالجهة. تقوم النحلة بعملية التعريف بأسلوب عجيب جدا، إنه الرقص. تبدأ النحلة المخبرة الرقص في وسط الخلية باهتزاز في جسمها، عمل لا يصدق. أبهذا الارتعاش تعطي النحلات الأخرى جميع المعلومات التي تخص منبت الأزهار الذي وجدته؟ هو كذلك. فعلى سبيل المثال، إن كان الرقص على خط مستقيم فوق الخلية فمعنى ذلك أن مكان الأزهار في اتجاه الشمس تماما. أما إن كانت الأزهار في الاتجاه المعاكس لجهة الشمس، تخط النحلة المخبرة خطا مستقيما في الاتجاه المعاكس تماما. انظروا، فالنحلة الآن ترقص إلى جهة اليمين تماما، وهذا يظهر أن منبت الأزهار يوجد على زاوية 90 درجة مئوية من الجهة اليمنى. أما هذه النحلة فتعرف لزميلاتها بزاوية 45 درجة من الجهة اليسرى للشمس. ثمة سؤال: النحلة تعرف الجهة وفقا للشمس، غير أن حركة الشمس دائبة، في كل 4 دقائق تميل إلى جهة الغرب بمقدار 1 درجة، ويتوقع أن تقع النحلة في الخطأ، لكن يتبين أن النحلة تحسب حركة الشمس هذه أيضا. فعند تعريف النحلة المخبرة الجهة لزميلاتها لا تنسى أن تضع فرق حركة الشمس في حسابها، فكلما مر 4 دقائق تميل 1 درجة إلى جهة الغرب في الزاوية التي حددتها. بفضل هذا الحساب الدقيق تهتدي النحلة إلى جهتها دون أي خطأ. النحلة المخبرة لا تخبر عن جهة الأزهار فحسب، بل تخبر عن المسافة أيضا، فمدة الرقص وعدد الاهتزازات تعلم النحلات الأخرى المسافة بدقة، وهي بعد حساب المسافة تخرج وقد تزودت الغذاء الكافي. أقيمت في كاليفورنيا بأمريكا اختبارات عن خصائص النحل المدهشة. في الاختبار وضع 3 أوان مملوءة بالماء المحلى وتركت في 3 أماكن متفرقة. بعد مدة كشفت النحلات المخبرة مكان هذه المصادر،
النحلة التي وصلت إلى الإناء الأول علمت بنقطة، والتي وصلت إلى الثاني علمت بمستقيم، وأما التي وصلت إلى الإناء الثالث فعلمت بإشارة الجمع. لوحظ بعد دقائق أن النحلات في الخلية تابعت النحلات المخبرة وانتبهت إليها بدقة. فوضع العلماء إشارة النقطة على النحل التي كانت تتابع النحلة المعلمة بالنقطة. لقد وضعوا علامة على النحلات المتابعة لكل مخبرة بعلاماتها، وبعد دقائق وصلت إلى الإناء الأول المعلمات بالنقطة، وللإناء الثاني المعلمات بمستقيم، وللإناء الثالث المعلمات بإشارة الجمع. وهكذا ثبت أن النحلات في الخلية اهتدت إلى جهتها اعتمادا على النحلات المخبرة. هذا الكلام كله حقائق تتطلب التفكر فيها بدقة. ترى كيف ظهر التنظيم بين النحل بشكل لا يصدق؟ لماذا تقوم بمهمة المخبر حشرة صغيرة ليس لها عقل ولا إدراك؟ كيف تفكر بالبحث عن مصدر الغذاء وتخبره لزميلاتها؟ ولو فكرت بهذا، كيف استطاعت تطوير تقنية الرقص الذي تخبر به عن مصدر الغذاء ومسافته أيضا؟ كيف استطاعت النحلات في الخلية أن تفهم معنى حركات جسم النحلة المخبر وارتعاشاته؟ صاحب نظرية التطور الذي يدعي أن كائنات الأرض أنشئت بمصادفات يقف عاجزا أمام هذه الأسئلة، لأن خصائص هذه النحل تبين أنها أعطيت لها من قبل خالقها، فالله خلق النحل وألهمها وظائفها. هذه الحقيقة وردت في القرآن الكريم هكذا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعيش في جنوب كندا نوع من الفراشات تستخدم إحدى أغرب الأساليب في العالم، إنها فراشات مونارك الشهيرة. كل فراشة مونارك كأي فراشة أخرى تأتي إلى الدنيا بعد مراحل متتابعة تكمل بعضها. أولاً تضع المونارك الأم بيضها على واحدة من النباتات، ثم تتغذى اليرقات الصغيرة التي فقست من البيض مدة على أوراقها حتى تصير دودة، ثم تبني لنفسها عشا مغلقا يسمى شرنقة. شرنقة مونارك بديعة التصميم رغم رقتها المتناهية، إلا أنها ترتبط بعقدة متينة مع إحدى أغصان الشجرة،
في مرحلة التحول تبدأ الدودة في هذه الشرنقة بالخروج شيئا فشيئا إلى الخارج. فقد صارت في خلقتها الجديدة فراشة كاملة. أولا تقوى الأجنحة التي كانت ضعيفة من خلال ضخ الدم إليها، وعندئذ تصبح المونارك جاهزة للطيران. للمونارك خصائص مدهشة تميزها عن أنواع الفراشات الأخرى. تعيش خلال سنة 4 أجيال مونارك مختلفة تماما، فالعمر المتوسط للثلاثة الأولى من هذا النسل من 5 إلى 6 أسابيع تقريبا. لكن النسل الرابع مختلف جدا، لأن هذا النسل سيهاجر في رحلة تستغرق 8 أشهر. ولإتمام هذه الرحلة ستبقى على قيد الحياة طيلة هذه الأشهر. تبدأ الهجرة من مراكز مونارك المختلفة في جنوب كندا، وتتقدم إلى جهة الجنوب، طائفة منها إلى كاليفورنيا، وطائفة نزولا إلى أقصى الجنوب لتصل إلى المكسيك. العجيب أن جميع المونارك تلتقي وسط الطريق، وكأنها قد تلقت أوامر من مكان واحد، ثم تهاجر سوية. بداية هجرة المونارك قد خططت من جهة واحدة، ذلك لأن الفراشات لا تخرج في أي وقت إلى الهجرة، بل تخرج في الخريف في الليلة التي يتساوى فيها الليل والنهار تماما. وبعد طيرانها طوال 2 شهر تصل إلى الغابات الحارة في الجنوب، وتغطي الأشجار كأنسجة تتكون من ملايين فراش المونارك. لا تأكل المونارك شيئا لمدة 4 أشهر من شهر كانون الأول إلى شهر آذار. تقتصر على شرب الماء، ويستمر عيشها بالدهن المدخر في أجسامها. ولنمو الأزهار في فصل الربيع أهمية كبيرة للمونارك، ولأول مرة بعد انتظارها 4 أشهر تأخذ الضيافة لنفسها من رحيق الأزهار. فالآن ادخرت الطاقة التي تلزمها للعودة إلى أمريكا الشمالية، وفي آخر شهر آذار تتلقح قبل الانطلاق للطريق، وفي اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار تماما تبدأ الجماعة بالطيران إلى الشمال. وتموت بعد إنجاز رحلتها بوصولها إلى كندا. إلا أنها قبل موتها تهيئ للدنيا الجيل اللازم لبقاء نسلها. وأول ما يولد يكون أول نسل السنة، ويعيش 1.5 شهر تقريبا. بعد ذلك يأتي النسل الثاني والثالث، وعند مجيء النسل الرابع سيبدأ الهجرة من جديد، ويعيش هذا النسل أكثر من الأجيال الأخرى 6 أشهر. وهكذا تستمر الحلقات متتابعة. هذه الهجرة العجيبة تورد للذهن أسئلة كثيرة. كيف يعيش واحد من 4 أنسال أكثر من غيره 6 أشهر؟ كيف يأتي وقت هذا النسل الذي يعيش طويلا متوافقا مع أشهر الشتاء؟ كيف تهتدي الفراشات لبدء هجرتها إلى اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار، وتنجز هذا الحساب الدقيق؟ كيف يهتدي مولود مونارك الجديد إلى طرق الهجرة التي لم يطر فيها من قبل أبدا؟ كل هذا يوضح أن المونارك خلقت بخطة هجرة كاملة، وتنفذ خطتها حرفيا. ولو كان في الخطة خطأ لم تتمكن الفراشات من إكمال الهجرة، ولماتت جميعها حينئذ في ذلك الشتاء،
وانتهى نسل المونارك. والواضح أن هذه الكائنات خلقت بميزات خاصة، وألهمت هذه الهجرة الخارقة التي تتحقق كل سنة. أما صاحب هذا الخلق البديع فهو رب السماوات والأرض وخالق الأحياء كلها، وحاكمها الله سبحانه وتعالى. اشتغل الناس كثيرا لإيجاد طريقة تمكنهم من الطيران، فقد مر 100 عام تقريبا على صناعة أول طائرة. وفي يومنا هذا طورت آلاف الطائرات بنماذج مختلفة، وعمل عشرات الآلاف من العلماء على تطوير صناعة الطائرات، وكانت النتيجة الحصول على آلات طيران ممتازة. فالطيران قوة هائلة، إلا أنه كلما كانت الميزات فيها أكثر أعطت فعالية أكبر. فإمكانية الوقوف في الهواء عند اللزوم أو القدرة على الهبوط في النقطة المطلوبة مهمان كإمكانية الطيران تماما. ولذلك طور الإنسان آلات طيران لها قابلية مناورة عالية كالمروحيات، فالمروحية لها إمكانية الوقوف في الهواء والصعود والهبوط العمودي. ولأهداف عسكرية بحتة صرفت ميزانيات غير محدودة لتطوير وتصميم المروحيات. إلا أن آخر البحوث الجارية كشف حقيقة مدهشة جدا عند مقارنة تقنية أحدث المروحيات مع تقنية طيران حشرة صغيرة نجدها بدائية جدا. الطائرة الحية هذه هي حشرة اليعسوب. أنظمة طيران حشرة اليعسوب مدهشة التصميم. الآلة التي صنعها الإنسان لا تصل إلى تقنية اليعسوب العالية. ولذلك فإن المروحية سكوركي التي تعد الأولى في العالم توصلت إلى آخر نماذجها بناء على تصميم اليعسوب. ساعدت سكوركي شركة IBM في هذا المشروع. أدخلت صورة اليعسوب في حاسوب خاص أنتج لهذا الهدف، ثم طورت آلاف الرسوم التي تمثل مناورات اليعسوب في الحاسوب، واكتشف موديل سكوركي أسوة بالتقنية الموجودة في اليعسوب. الخلاصة أن ما وجد في جسم حشرة صغيرة يفوق التصميم الذي وضعه البشر. تقنية طيران اليعسوب وتصميمه يدلان الإنسان على حقيقة، وهي أن هذا الكائن الصغير تكمن فيه معجزة تصميم تظهر بديع صنع الله. ففي بدن اليعسوب رسخ بشكل تقاطعي زوجان من الأجنحة. هذه البنية تحقق له قابلية مناورة سريعة جدا، وفي مدة قصيرة يمكنها أن تصل إلى سرعة محيرة بين الحشرات تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، بينما سرعة المتسابقين في الأولمبياد ضمن 100 متر تصل إلى 30 كيلومتر فقط.
الرؤية الجيدة أيضا تعد مهمة جدا للطيران الجيد، فإن لم يكن الطيران مزودا بنظام رؤية دقيق فإنه مقدم على هلاك محقق. ولذلك كانت الطائرات والمروحيات المتطورة مزودة بتقنيات رؤية عن بعد، وليعسوب أيضا سخر له نظام رؤية عن بعد عالية جدا، فلحشرة اليعسوب 30,000 عين دقيقة، كل عين ترى نقطة معينة. ترسل المعلومات الآتية من هذه الأعين إلى مخ اليعسوب الذي يعمل كحاسوب، وبهذا فاليعسوب ذو قابلية رؤية خارقة. أما قابلية اليعسوب للمناورة فتفوق أحدث المروحيات المتطورة. على سبيل المثال تنجو بمناورة خاطفة في لحظة مفاجئة من الشاحنة الآتية بوجهها. اليعسوب الآن وجها لوجه أمام فخ مزدوج، فهي مضطرة للهروب من الاصطدام بزجاج السيارة القادمة بوجهها، وفي الوقت نفسه من الصقر الذي يترصد صيده، وتفوز بمناورة ناجحة جدا. من إحدى المشكلات المتكررة بعد المناورات تعيين موقع الطائرة وفقا للأرض، فإذا تداخل على الطيار اتجاه الطائرة أي جهة أعلى وأي جهة أسفل، عندئذ تتعرض الطائرة للسقوط. لحل هذه المشكلة طور التقنيون جهازا يدعى جيراسكوب، يحدد للطيار خط أفق اصطناعي، يقارن الطيار به خط الأفق هذا مع خط الأفق الحقيقي، ويحدد وضع الطائرة في الوقت المناسب. مثل هذا الجهاز الذي طوره التقنيون يستخدمه اليعسوب منذ ملايين السنين، فخط أمام أعين اليعسوب خط أفق اصطناعي، بهذا يبقى رأسه موازيا لخط الأفق الاصطناعي في اتجاه أي زاوية طار. إذا تغير موضع جسم اليعسوب تنبه الشعيرات التي بين رأسه وبدنه، فترسل الخلايا العصبية في جذور هذه الشعيرات لعضلات اليعسوب مخبرة عن موضعه في الجو، وبهذا تبرمج عضلات الأجنحة سرعة رفرفات جناحه وعددها أوتوماتيكيا، وهكذا لا يفقد اليعسوب تحكمه بنفسه ولا توازنه ولا جهة طيرانه حتى في أصعب المناورات. وهذا النظام بحق أمر خارق في هندسة الطيران. ومن هنا على كل عاقل أن يتفكر، فاليعسوب هذه الحشرة التي ليس لها معرفة بالأنظمة الفائقة التي تمتلكها، ترى من نسق في جسمها أنظمة الطيران المعقدة التي يتأسى بها أمهر المهندسين؟ من أعطاها هذه الأجنحة الكاملة؟ من ركب في جسمها المحرك الذي يشغل تلك الأجنحة؟ من زودها بأنظمة الرؤية الفائقة؟ من الذي أبدع هذا التصميم العجيب؟ داروين في نظرية التطور التي يزعم فيها حدوث الأشياء عن طريق المصادفات يقف عاجزا تجاه هذه الأسئلة، لأن اكتشاف تطور الأنظمة في جسم اليعسوب تدريجيا أي خطوة خطوة أمر مستحيل، وسبب هذا أنه لابد من وجودها بدون نقصان في الوقت ذاته، وذلك حتى يتمكن الكائن من العيش. وهذا يلزم أن يكون أول يعسوب في العالم بكامل الأنظمة التي في يعسوب اليوم. ودواوين المتحجرات التي تدلنا على تاريخ الطبيعة تثبت هذه الحقيقة أيضا. دواوين المتحجرات تبين لنا أن اليعسوب ظهر فجأة في وقت واحد. هذه أقدم متحجرة معروفة لليعسوب، تعود إلى 320 مليون سنة،
وليس في طبقات المتحجرات في القرون الماضية قبل ذلك أي أثر لحشرة تشبه اليعسوب. والأصح من هذا أن دواوين المتحجرات تبين أيضا أنه منذ حدوث اليعسوب لم يحدث له أي تطور. أقدم متحجرة يعسوب مطابقة تماما للعاسيب التي تعيش في يومنا. الآن ترون متحجرة يعسوب يعود تاريخها إلى 140 مليون سنة بجانب يعسوب يومنا، ليس بينهما أي فرق. هذه الحقائق تثبت بطلان نظرية التطور مرة أخرى، وتوضح كيف وجدت حشرة اليعسوب والكائنات الأخرى في العالم أيضا. إنها خلقت من قبل الله تعالى الذي خلق الكائنات وهو رب العوالم كلها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فليس ثمة قدرة على خلق ذبابة واحدة إلا قدرة الله جل جلاله. هذه الحقيقة أوردها المولى عز وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه الكائنات في هذا الفيلم بعض من معجزات الخلق في الطبيعة. والحقيقة أن كل الكائنات في الطبيعة مجهزة من قبل الله تعالى بخصائص خارقة، وفي كل واحدة منها آية تدل على قدرة الله وبديع صنعه. والشيء الهام هو التفكر في هذا الخلق الرائع في الطبيعة والتدبر في غايته. فالله تعالى يدعونا إلى التفكر في الخلق وأخذ العبرة منه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.